السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس حمدي من كرييتيف جو. هنكمل النهاردة كلامنا عن السيموليشن بتاع الحادثة بتاعة العربية. آخر حاجة وقفنا عندها إن إحنا عملنا الأوبجكت ده عشان يمثل لنا الكيج بتاع العربية. إحنا دلوقتي هنبتدي نحط البارامترز أو الماتيريال بتاعة الحديد على العربية بتاعتنا. أول حاجة هعملها إن أنا همسك العربية وأبتدي أرفعها لفوق كده شوية، ممكن اديها زاوية ميل كده بسيطة. هبتدي اعمل في العربية ايه، هاجي اقول له انكلوس او هديها الافكت بتاع الكلوس سيموليشن، هقول له كرييت انكلوس، وعشان العربية لما تنزل او لما عشان اعمل بلاي العربية ما تقعش لغاية تحت، فكل اللي هعمله ان انا همسك النيوكلاس اللي هو القلب بتاع العملية اللي انا بعملها واقول له يوز بلين. تعالوا كده ندوس دلوقتي بلاي. لما بدوس بلاي دلوقتي العربية بتنزل او الكيج بتاعي بينزل يتكسر، وده طبعا مش الافكت اللي العربية بتاعتي عايزها تاخده. عشان نقدر نلعب في البروبرتيز فانا همسك العربية نفسها وهقول له enclose shape، وهدخل على الكولوجن وهشيل اول حاجة، يعني هو السيلف كولايد ما اعتقدش ان هيبقى ليه قيمة لان احنا كده كده هنضيف rigidity، فبالتالي السيلف كولايد هيزود وقت ليس الا. بعد كده ممكن اقول له السولفر ديسبلاي وريني كده الكولوجن سيكنس، يعني انا شايف ان هو سميك اكتر من اللازم فانا ممكن اخليه 0.21 او 0.021 بالشكل ده. هلاقي تحت عندي الباونس والفريكشن والستيكنس. تعالوا نقفل كده السولفر ديسبلاي الاول. بالنسبه للباونس والفريكشن والستيكنس فاحنا هنسيبهم دلوقتي، هنضيفهم بعدين. هنضيفهم امتى؟ هنضيفهم لما نخلي العربيه بتاعتنا تبتدي تمشي او تتحرك او تتفاعل مع اي اوبجكت. ايه المهم عندي تاني دلوقتي؟ ممكن ندخل على الكولوجن بروبرتيز، ملهاش قيمه بالنسبه لي. الدايناميك بروبرتيز ممكن اجي اقول له خليه للريجيديتي بتاعتي 2. تعالوا كده نعمل لها سيموليت دلوقتي. يعني اعتقد ان السيموليشن بتاعي معقول. العربيه بتنزل تتخبط في الارض، تتهز كده هزتين. طب تعالوا نجرب نشوف الريجيديتي بتاعنا. ممكن نخليه مثلا ممكن 5، او ممكن نجرب نخليه ممكن هرجعه خليه 1. انا بعمل شوية تستات ليس الا، اعتقد ان 2 هو اللي كان مظبوط. وممكن كمان اغير في البند ريزيستنس، بدل ما هو 0.1 فانا هخليه 20. هو مش هيفرق معايا قوي لان انا مش شايف شوية بند، لكن انا بعمل كده عشان اعمل حسابي ان هي ما تحاولش تبقى زي القماش، فعشان كده بحط له شوية مقاومة ليس إلا. بعد كده في الريستيتيوشن أنجل، أنا طبعا عايز لما العربية تتخبط ما ترجعش لحالتها الطبيعية، فهقول له في الريستيتيوشن أنجل خليها لي 6. تعالوا كده نعمل بلاي. تعالوا كده نبص. وهو ده بالظبط المطلوب. لما غيرت restitution angle هتلاقوا ان في المكان اللي العربية اتخبطت فيه ابتدى يبقى فيه زي ميل او تكسير، زي هو واضح في الجزئية دي كده. وبكده هنبقى خلصنا السيموليشن بتاع الكيج. حاجة اخيرة كده هنعملها، هسيف البريست بتاعتي، اقول له preset save in close preset وهسميها car accident او car underscore accident، واقول له save attribute. وبكده هنبقى خلصنا البروبرتيز بتاعت الكيش بتاعتنا، وان شاء الله هنكمل السيموليشن في الفيديوهات الجاية. لو شايف ان الفيديو مفيد ليك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل لك فيديوهاتنا في اقرب وقت.